تسليم سلاح الدولة إلى الدولة بأسرع وقت ممكن. ثانيا غلق أغلب مقراتهم إلا المركزي منها للاستفادة منها في العمل الخدمي والإنساني والمدني، وبإشراف مباشر من المعاون الجهادي وبالتنسيق مع المكتب الخاص. ثالثا تسليم المواقع المحررة ما عدا سامراء إلى القوات الأمنية الرسمية خلال مدة أقصاها 45 يوما. رابعا خروج العراق من البند السابع يقتضي تجميد عمل كل التنظيمات العسكرية السابقة التابعة لنا إلى إشعار آخر، أو إلى أن تتبين حقيقة استقلال العراق من جميع النواحي. خامسا فصل قضية القدس عن العراق والعمل بسرية تامة مع عدم الإضرار بالعراق وشعبه وحكومته.